واحد راح برج العقرب. اول واحد حطيت رجلك في برج العقرب. اول واحد. ودي كانت الثلاجه بتاعت اللحوم اللي انت بتجيبها. اول كنت لحمه عشان ايه كده. وبعد كده اشتريت سيارات مبرده ما كانتش معروفه. نعم. شركه اسمها ميكار، رحت في يوم واحد اشتريت منها 10 تريلات و20 عربيه مبرده للحوم. اول واحد برضو. وعملت اول ثلاجه دي، عملت الثلاجه. وبعدين بعد كده رحت مصنع في المانيا مشهور جدا بيعمل لحوم حلال، جبت المدير العام و و و وعملت اول مصنع ليا كان للحوم. ولذلك السلاسل العالميه وقتها كانت لسه بقى اول ما جت مصر اشتغلت معايا انا بس. سنه كام؟ لا الاول قوات المتعدده الجنسيات اشتغلت معايا. الكلام ده في الثمانينات. وبعدين لما جت بقى السلاسل الكبيره العالميه في التسعينات اشتغلت معايا على طول. بس انا بورد لقوات حفظ السلام الدوليه على مستوى الشرق الاوسط كله، وابتديت اتعامل مع المؤسسات العالميه الكبيره جدا. ففكرت لدرجه ان حكي لسيادتك قصه جميله جدا برضو احب اقولها للناس. اكبر سلسله عالميه لما جت مصر هنا راحت للرئيس الوزراء عاطف صدقي وقالت له احنا عايزين نستورد العيش عشان نعمل بيه ايه منتجات. قال لهم تستوردوا العيش؟ قالوا له قال لهم امال اللحمه هتعملوا فيها ايه؟ قالوا له لا، في مصنع في برج العرب ينطبق عليه المواصفات. فبعت صدقي زهل بعت وزير الصناعه يزورني اللي هو ابراهيم فوزي بس بس أيوة. قبل كده انا كان جالي محمد الوزير محمد عبد الوهاب ايوه، وكان جالي حسب الله بيك كفراوي قبلها بمده، كانوا جم زاروني لاسباب اخرى. انما الوزير ابراهيم رئيس فوزي رئيس الوزراء عاطف صدقي وبعد كده عاطف صدقي نفسه زارني لما خد بقى وشاف، لما شاف كل حاجه قدامه قالوا له، نقلوا له الصوره، نقلوا له. بعد كده الوزير الدكتور ابراهيم فوزي قال له والدكتور ابراهيم فوزي راجل عظيم، وطبعا وزراء مصر دول عظام، الكفراوي طبعا كلهم ناس محمد بيه عبد الوهاب وعاطف بيه صدقي رئيس الوزراء حاجه طبعاً عظيمه جدا طبعاً. وجي زارني، وبعدين وانا في الاسانسير في المصنع قال لي حاجه غريبه جدا. قال لي تعرف مين ينفع يبقى رئيس جمعيه مستثمرين برج العرب؟ قلت له مين؟ قال لي انت. كنت انا عيل صغير على طول، كان في فطاحل بقى كان جمعيه المستثمرين دي فطاحل ناس عشان اول واحد جيت المنطقه دي واول واحد. ايوه بس كان في اسامي تانية ابتدت بقى تتوجد، بس اسامي هم كبار جدا وعمالقه عمالقه عمالقه عمالقه، وانا عيل بالنسبه لهم. بس قال لي كده في الاسانسير، قلت له معقوله دوله الرئيس؟ قال لي قلت له ازاي؟ قال لي مكوناتك الشخصيه بتقول كده. قلت له معقوله دوله الرئيس؟ قال لي والله انت اللي تنفع تبقى كده. وخدوا قرار بكده؟ ما خدش قرار. نزلت الانتخابات قدام بقى عمالقه ايوه، وما بقتش الاقي حد يدخل معايا خالص. قعدت اجيب فلان وفلان 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 وفلان، وبعدين نزلت الانتخابات واكتسحت الانتخابات. راح طلع الاهرام كتب الطيار المعارض يكتسح انتخابات برج العرب، رئيس الجمهوريه يشكل لجنه وزاريه من 27 وزير لحل مشاكل مدينه برج العرب. بقت مدينه صناعيه كبيره. بقت مدينه صناعيه كبيره جدا. جم بقى الوزراء وعملوا مؤتمر كبير جدا واتكلمنا بقى فيها، محمد بيه ابراهيم سليمان وكل بقى الناس العظام. انت وصلتنا دلوقتي لحاجه مهمه جدا عشان بعض الناس تقول لك ايه المهندس فرج عامر بيتكلم على الصناعه وبيتكلم على الرياضه وبيتكلم على كل حاجه. هل الاداره في الصناعه هي اللي فادتك في الرياضه؟ الاساسيات. انا يعني بص انا بجتهد، هي كل حاجه لازم تبقى اداره. عايز اقول لسيادتك كلمه بسيطه يعني في احدى المؤسسات العالميه الكبيره قوي قوي، انا بتعامل مع كل العالميين، المستويات العالميه كلها بتصنع عندي انا لحد هذه اللحظه. اي واحد عالمي عايز يصنع في مصر يصنع عندي، انا هاجي اصنع عندي. العفو، واللي ما بيصنعش عندي بعد فتره بيجي يصنع عندي. نعم. فاسم اكبر اسم في العالم في الصناعه بيصنع عندي. فجم قالوا لي رئيس مجلس الاداره عايز يشوفك، رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه العالميه دي، حاجه عالميه جدا طبعا. مقامه بقى ولا رئيس دول. فرحت عشان اقابله، فانا مش عارف اقول له ايه، كنت برضو صغير يعني مش عارف اقول له ايه يعني. فالاول ما دخلت عليه قلت له بس انا ارجوك يعني لما تسالني حضرتك يعني ما تسالنيش في الاداره كتير، لان انا ما درستش الاداره
قال لي كويس ان انت ما درستش الاداره، لان مش كل اللي نجحوا هم اللي درسوا الاداره. خبرات قال لي انا بدات عامل. يا سلام. قال لي انا كنت بقلي بطاطس. انت هتخليني اخرج من هنا اقلي بطاطس؟ انا بحكي لك يعني، بص انا بحكي لك لان طبعا في الصناعه انا قابلت ناس كتيره جدا واخد بساتك، وقابلت ناس عمالقه. لما لازم يكون عندك خلفيه. انا بحكي لك لما كنت صغير كنت بقول هذا الكلام. انما انا بعد كده خدت جائزه الابداع والابتكار طبعًا من الامم المتحده، وخدوني احسن رجل صناعه في عالم الدول العالم النامي على مستوى العالم. نعم. وافريقيا سنتين. لكن بدات كان طريق صعب جدا وطريق شاق جدا جدا جدا. انا في الصناعه اشتغلت في ظروف صعبه مش سهله، وبعدين جيت مريت بالظروف اللي بحكي لك عليها دي برضو، تعبنا جدا 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 والحمد لله. لكن مبادئ الاداره واحده، المبادئ خدت انما ساعدتك في الرياضه كتير. مش عايزه كلام على اتخاذ القرار، وفتحت مداركي طبعا، وتعلمت حاجات كتيره، وكل يوم انا بتعلم، ومهم قوي ان انا اتعلم. ومش كل الحاجات اللي انا عملتها او شاركت فيها افكاري. نعم. بالعكس، ده رب فكر رجل ينفذه رجل اخر. المهم ان انا ان انت تكون مركز، ولما تكون حاجه جميله ومنطقيه وتخدم تنفذها، ما تقفش ضدها. هل الرياضه والصناعه نقدر نقول عليهم ايه؟ امكانيات عشان تبدع في اللي انت فيه، او محتاجه فلوس كتيره قوي سواء في الصناعه او في الرياضه؟ اما بدات الصناعه انا كنت من عائله ميسوره الحال يعني، الحمد لله، وجدي كانت من الناس اللي اتأممت، والدي انتهى بيه المطاف لوكيل وزاره في الصحف. لما جيت اتخرجت ورحت بقى انجلترا وكده، وقبل ما اروح جيت قلت لبابا بقى الله يرحمه طبعا، وكان استاذ علم نفس، قلت له انا عايز 3000 جنيه عشان اعمل ورشه. ده سنه كام ده 3000 جنيه؟ في 73 74. ايوه كان 3000 جنيه دي. اعمل ورشه، وعايز اعمل ورشه ميكانيكا. قال لي ولا مليم. ليه؟ مش هديك ولا مليم. انا علمتك احسن تعليم، وعملت لك وعملت لك وعملت لك. طب افتح ورشه ليه؟ وعملت لك، اوعى تكلمني في فلوس. يا سلام. قسما بالله. امال انت كنت عاوز ورشه لايه؟ ما انا كنت عايز اعمل اي حاجه. كنت عايز حتى يبقى عندي كشك ابيع فيه كراميلا، اي حاجه. كنت عايز اعمل اي حاجه مش مربوط باجر. كنت عايز اشتغل يعتمد على مجهودي، ما كنتش عايز مجهودك وشخصيتك اشتغل موظف. كنت حاسس ان انا وعايز اقول لستك حاجه، الحل لاي مشكله اقتصاديه هي الشغل. نعم. اي حل انت عارف ستك يعني، ان انت ما ترميش على غيرك، تقول لو في كذا لو في كذا لو في كذا، لازم يكون عندك امل. يعني ساعات انا بتصادفني مشاكل ضخمه جدا ومشاكل كبيره جدا، المشاكل دي اول ما اقوم الصبح برميها ورا ظهري، واقول المشاكل دي صدفه غيري وغيري حلها. يبقى اذا انا قادر على حلها. يعني التفاؤل بمعنى اصح. لازم. بس تفاؤل مبني على منطق، على اسس، على اسس وعلى منطق. انت راضي بنسبه قد ايه ان الاعضاء مبسوطين بالخدمات وكل حاجه عملتوها كمجلس اداره؟ انا ب 80%. 80%. طب ما تيجي نسمع ونشوف الاعضاء بيقولوا ايه. زي ما سيادتك عايز، انا تحت امرك. اتفضل يا محمد.